بوتيرة عالية وجهد كبير، تسير أعمال تجهيز محطة الطاقة الشمسية 120 ميجا والمقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة. تم البدء في تركيب الألواح الشمسية وهي آخر مراحل تجهيز المشروع. طبعا احنا المشروع على 120 ميجا يعتبر انتهينا الان من 75% من مرحله القواعد الالواح الشمسيه اللي هي البوستات، والان بدانا في المرحله الثانيه اللي هي تركيب الاستركشر اللي بيتم التركيب عليه الالواح الشمسيه، والان بدانا برضه في عمل موكب اللي هو النموذج لتركيب الالواح، وبتمشي العمليه في مراحل تدريجيه، يعني متوقع انه انتهاء خلال 30 يوم بينتهي من تركيب جميع الالواح الموقع. المراحل الأولية أنجزت والمتمثلة بمرحلة التصاميم والمشتريات، والعمل يسير حاليا بمرحلة التنفيذ، إذ أنجز منه قرابة 45%، ومن المحتمل أن تكتمل هذه المرحلة في نهاية شهر ديسمبر القادم مع نهاية العام الحالي. حاليا نحن الآن في مراحل التركيبات، تم الانتهاء من أعمال تجهيز الأرضية والسور المحيط بالمشروع والأعمال المدنية. حاليا نحن في أعمال تركيب الهيكل المعدني والخلايا الشمسية. نسب الإنجاز الحمد لله حتى الآن متحققة حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع، بالإضافة إلى الالتزام في أعلى معايير السلامة والسيطرة النوعية. جهود كبيرة تسابق الزمن في مشروع محطة الطاقة الشمسية بمتابعة حثيثة من قيادة السلطة المحلية واللجنة المشكلة من النائب أبو زرع المحرمي، وها هي المحطة تبدأ مراحل انتهاء تجهيزها لتصبح قاب قوسين من دخولها الخدمة، لتتحول إلى واقع يلتمسه المواطن الذي ذاق مر المعاناة في ملف الكهرباء. تركيب الألواح هي آخر مرحلة في بناء محطة الطاقة الشمسية والتي تقدر ب 120 ميجاوات، لتصبح هذه المحطة على موعد مع دخولها إلى الخدمة، ومعها ستسهم في تخفيف معاناة أبناء المدينة. صالح حنش، الغد المشرق، من موقع الطاقة الشمسية ببئر أحمد، شمالي عدن.